passiert. ساعات انت بتبقى مش عارف انت صوتك حلو ولا صوتك وحش ولا انت رايح فين، وهو ده المشكله، ان الناس بتبقى فاكره ان صوتها حلو. الموهوب والموهوم، من هو الموهوب ومن هو الموهوم؟ الناس بتبقى فاكره ان هي عندها موهبه، وموهبه اللي هي بقى نفسها تطفح كده وتطلع للناس، بس هم ما يعرفوش ان هم موهومين بده. انا شخصيا صوتي حلو وفي بحه كده، يعني لازم ابقى مطرب واطلع كده امسح بقى كل المغنيين اللي على الساحه. بقول طبعا في اي كلام يعني، بس انا لو غنيت فهيكون في فايده كبيره جدا، زي مثلا ان الطفل اللي مش هيشرب اللبن هيعجبوه ان هو يسمع صوتي. وزاره التربيه والتعليم مثلا ممكن تطلع قرار ان هي تستبدل الضرب في المدارس بان الطالب اللي يغلط يسمع الاغاني بتاعتي لاخر الحصه، يفضل يسمع كده. النهارده هنتكلم على الموهوب والموهوم. عايزين نشوف كده كام مشهد معانا للموهومين في السينما المصريه، وكمان هنتكلم على الموهوب بجد. في حاجة مهمة جدا لازم انت تبقى واخد بالك منها. الناس ساعات بتدخل كده في كلام مش لطيف جدا، تبقى انت مش فاهم هو قصده ايه. يعني يجي مثلا عيل كده في صغير في السن ويغني حاجة، فتيجي تقول له انت صوتك لطيف قوي يا ابني. صوتك لطيف قوي يا ابني دي ممكن توديه وتودينا كلنا في داهية، لان هو هيعيش على الحلم ده وهيبقى عنده احساس ان هو راجل برنس موهوم، بانه هو فعلا عنده موهبه. ممكن تكون الموهبه دي في ان هو مثلا صوته حلو بيغني، ممكن تكون موهبه في ان هي بتعرف تمثل، زي مثلا اللي تقف قدام المرايه وتيجي تتكلم كده مع المرايه وتقعد بقى تعيش ان هي ممثله قديره، وكل بقى قرايبها في البيت انت بتمثلي حلو قوي، انت ما شاء الله عليكي، انت ايه الكلام. فده اللي بيخليها قدام تبقى عندها الحلم في ان هي تمثل. فاحنا الشويه اللي جايين دول هنتكلم ان انت ازاي تدور جوه نفسك انت شاطر في ايه. وعلى فكره بيبقى حاجات كتيره ملهاش علاقه بالفلوس، يعني اللي بيبقى عايز يغني واللي عايز يبقى مشهور واللي عايز الكلام ده كله مش عايز فلوس، بيبقى هو عايز الشهره، فكره ان الناس كلها بتتكلم عنه كده. خليني اوري لك حاجه كده ليها علاقه بالموهوم ونرجع تاني. نهار جديد، هاشتاج نهار جديد. موهوب، ده موهوب بقى، اللي جاي ده موهوب مش موهوم، ده حد بقى شاطر وعرف هو بيعمل ايه. خلينا نشوف. ما بيجرحش ولا يأذيش. الله الله، يعني ده نموذج للموهوب. يعني ربنا يرحم طبعا الفنان احمد زكي، عضلات وشه وعينيه كل حاجه كانت بتحاول تمثل. المشكله بقى ان اغلب الناس بتنبهر كده بالشهره، وبالتالي لا اراديا بتقنع نفسها ان هي موهوبه في الحاجات اللي فيها شهره. مليون من 70 في من 70% يعني هتلاقيهم على اقتناع ان هم موهوبين في الغنى او التمثيل او الكوره. ده غير طبعا قطيع البنات اللي مقتنعين ان هم موديلز،
رغم اللغد المدلدل والكرش المدهول قدام، بس هم مقتنعين ان هم مودلز جامدين جدا. في الحقيقه لو اتسابوا كده هيكتشفوا مع الوقت ان دي مش موهبتهم وهيدوروا على مواهبهم الحقيقيه. خلينا نقرا كده شويه من على هاشتاج نهار جديد. في حد بيقول لنا صباح الفل، دي رانيا اشرف، صباح الفل يا رانيا. في كمان الموهوم ده بلاحظه كتير في الغنى، ناس كتيره بتطلع تغني كده علينا، عارف اللي هو ايه، بيطلع هنا يوزعنا الدنيا. يعني في مثلا ناس بتجاملهم وتقول لهم مثلا انتوا هايلين، عارف الجمله بتاعت الله عليك يا فنان، ايه الكلام ده فنان، الجمله دي اللي بتودينا في داهيه. وده بيجي على دماغ بقى باقي الناس بعد كده، زي مثلا لما تبقى في فرح، صادفتوا اكيد الموقف ده، ابن خاله العريس اللي صوته يعني بيبقى فاكر ان هو حلو ويغني في الفرح، فالموجودين بقى كلهم بيسقفوا له لان هم بيجاملوا علشان ده ابن خاله العريس، ممكن الفرح كله يقلب بغم. فيحاول بقى الدي جي يلم الليله ويحاول يقفل المايك ويقول يلا يا جماعه سقفوا له سقفوا له بقى، نروح بقى ناكل كلنا في البوفيه علشان نحاول ننسى الجريمه اللي حصلت دي. فيبتدوا ان هم يقفلوا. الشخص ده هو اللي لما بيكبر بعد كده بيبقى عنده حلم ان هو ممكن يكون مطرب. مره انا كنت قاعد مع مطرب معروف كده، وجت ست لطيفه جدا ومعاها طفل لطيف كده، وقالت له بطريقه لطيفه ان ابنها صوته حلو ونفسه الاستاذ يكتشفه لان هو مطرب كبير طبعا. فالمطرب اللي قاعد طبعا احرج، قال لها اه طبعا يا ريت تسمعينا. فالست اللطيفه قالت للطفل غني يا ميدو. فميدو فجاه قال لك ايه، خصايا خصايا فويائك يا جايا. وميدو مقتنع تماما ان هو صوته حلو، وام ميدو جنبه الله يا ميدو الله. فطبعا الواد ده لما هيكبر هيجي له جنون العظمه ويقعد على القهاوي بتاعت وسط البلد ويقعد يتكلم عن موهبته العبقريه اللي المجتمع الدولي عمل عليها مؤامره عشان يدفنها. زي كده فيديو كده هنشوفه مع بعض شويه للموهوم بقى. خلينا نشوف الموهوم، هاشتاج نهار جديد، يلا بينا. احنا محتاجين الراجل ده يبقى معانا على طول، اي حد تلاقيه بيغني في ميكروباص مثلا ولا في الحمام ولا حاجه يطلع له ده صوت تديله بالقفا على دماغه. ممكن ما توهموش نفسكم بحاجه انتم مش هتوصلوا لها، يعني كل واحد مثلا ينجح في الحاجه اللي بيعرف يعملها. يعني عارف الاغنيه بتاعت احمد مكي اللي كانت بتقول لك ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، انت ممكن تكون نفسك، انت اللي بتعمل الحاجه اللي انت شاطر فيها. زي بالظبط كده الناس اللي ممكن تكون بتتفرج علينا دلوقتي، انت ست بيت مثلا شاطره ان انت تعملي الاكل في البيت وبتربي الولاد، مش معنى كده ان انت تسيبي الشغل تماما ولا ان انت ما تشتغليش ولا ان انت تكسبي فلوس ولا الكلام ده كله، لا ممكن تعملي حاجه من البيت. انت شاطره مثلا في ان انت، في ناس بتعمل مثلا السلاسل والحاجات الاكسسوارات دي بيعملوها بتبقى لطيفه جدا، بتبقى الموضوع ظريف. لو انتم في الموضوع ليه علاقه بالشهره والفلوس تبقى دي قصه تانية. زي ما مثلا في كده على الفان بيج في حد بيقول صباح الفل يا خالد، انا عندي موهبه مش وهم، يا ريت تكلموني. احنا ممكن نبقى نعمل كده فقره للناس الموهوبه بجد. في كمان محمد ابو اصعه، حلو اسمك ابو اصعه، اسم كابتن، يسلم علينا على الفان بيج. في كمان على هاشتاج نهار جديد، في مانولا بتقول لي حاضر يا مانولا صباحك زي الفل. في اسامه خالد بيقول انا في اكاديميه ونفسي اشارك معاكم، حاضر هنحاول برضو نتواصل معاك يا اسامه. نجم تويتر بيقول لي ليش اول مره شفتك، ماشي متشكر جدا، وان شاء الله انا هوصل لحلمي. ان شاء الله هتوصل لحلمك، كل حاجه هتبقى زي الفل. مانولا صباح الفل يا مانولا. زي ما شفنا الموهوم خلينا نشوف الموهوب، يلا بينا. غني لنفسك. المشكلة بقى من خلال المشهد ده ان انت ممكن تطلع منه بحاجة، ان انا في عقوبات كتيرة بتواجهني ولازم ان انا اقف قدامها. زي ما قال الجملة اللي هو انت لازم تكون واثق من نفسك، بس لازم تكون واثق من نفسك لو انت عندك موهبة بجد. يعني ما يبقاش عندك احساس دايما همام اللي هيروح امستردام هيبهدل الدنيا، ولا احساس الراجل اللي هيروح يشتغل في شرم الشيخ فهيبهدل الدنيا واحتمال يشتري 3-4 بازارات ويتجوز واحدة اجنبية ويبهدل الدنيا ويسافر ويشتري شرم الشيخ. يعني لازم يكون عندك ثقة في انت عندك ايه، يعني تعرف الحاجة اللي عندك دول قد ايه بالظبط، انت عندك موهبة قد ايه، وعلى هذا الاساس تشتغل بيها. في على تويتر في اسامه بيقول لي خالد صباح الفل. في كمان حسن بيقول لي انا موهوب بس لسه ما اكتشفتش الموهبه. طب والله انت بيهزر وكاتب بيضحك، لا ما انت لو الهزار بتاعك ده انت خدته بجد، لا انت ممكن تكون موهوب فعلا. مش لازم تكون موهوب على فكره في الغناء وفي الكوره وفي التمثيل، لا انت ممكن مثلا تكون موهوب في التجاره، انت شاطر في التجاره بتعرف تبيع وتشتري، ممكن تكون شاطر في التصميم ان انت بتعرف تصمم حاجه معينه، ممكن تكون شاطر في ان انت بتعرف تشتغل في بنك. يعني هتقول لي تشتغل في بنك ايه الشطاره في كده،
انت قادر يا عم تستحمل شغلانه البنك دي، شغلانه صعبه جدا جدا جدا، فلازم انت تركز وتبقى عارف انت هتختار ايه، دي حاجه مهمه جدا. طيب في على الفان بيج بسبوسه حاضر والله بسبوسه، نخليهم يعني حاولي تبعت لنا تليفونك، معرفش تبعته لنا ازاي، ابعته لنا في مسج كده على الاس ام اس بتاعنا اللي موجود دلوقتي واحنا هنحاول نكلمك. في حد بيقول لك صباح الفل يا خالد انا بعت الرساله اللي فيها رقمي، طيب هنشوفها. في كمان ابو خالد بيقول صباح الفل انا صوتي جميل جدا احسن من الفنان هاني شاكر بس انا عاوز فرصه، اشمعنى اخترت الفنان هاني شاكر تحديدا؟ في كمان نادر احمد عايز امسي عليك يا عم خالد صباح الفل بقى، صباح الفل احنا صباح الفل مش بتمسي علي، يعني هو بيقول لي امسي عليك وصباح الفل. في كمان زي ما في ناس موهوبين في ناس موهومين، ده الزوز صح عندك حق. عمر السني بيقول لي احنا في الزمن اللي كل الناس فيها عندها موهبه، زي بالظبط كده كره القدم، لما تلاقي مثلا واحد بيلعب عندك كده في الحاره فتلاقيه بس نطق الكره حلو وبتاع، فيقول الله ده انت لازم يكتشفوك يا ابني، ده انت موهبه، ده انت اسطوره، وهو عادي يعني ممكن يكون بيلعب بشكل طبيعي جدا ويبقى متضايق قوي بقى ان هو خسر في الاختبارات، بس مش معنى كده ان انت تسيب الحلم بتاعك، لا لازم تفضل وراه. زي ما في كده في ناس كتيره بعت لنا صباح الفل عليكم جميعا 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 جميعا، ايوه الصباح الجامد. في حد بيقول لك اللي جاي يقرا التعليقات، ده في حد داخل يقرا التعليقات بس مش داخل يقول كلام، قال لك في ناس موهوبين وفي ناس موهومين، وعامل هاشتاج وعامل منشن لصاحبه، ده واضح ان هو بيلقح على صاحبه بالكلام. في كمان انا ليا واحد صاحبي موهوم ان هو بيعرف يغني وبيقعد يصدعنا بصوته، ده عمر الصيني. بص يا عمر اول حاجه تعملها حاول تقول له، قول له بس مش لازم بينكم وبين بعض. كان في مسلسل الشهير طبعا بتاع يوميات ونيس فنان محمد صبحي، كان في حلقه منها عز الدين اللي هو كان الابن الاكبر، صحابه في المدرسه اقنعوه ان هو صوته حلو وعمالين يقولوا انت جامد عز الدين وبتاع، فعز الدين طلع يغني على المسرح فبدات الناس كلها بقى عارف اللي هي المشهد الشهير بتاع الطماطم ده، فعرف ان هو مش صوته حلو، فدي حاجه مهمه جدا ان انت تبقى عارفها من بدري بدري. يعني انا مثلا ممكن انا كنت بحب الغنى ماشي، انا بحب الغنى بس مش معنى انا بحب الغنى ان انا بعرف اغني، يعني مثلا ممكن اغني لك حاجه تعالى كده نجرب مثلا، يعني ايه يعني مثلا احنا عايزين نعمل اغنيه لنهار جديد مثلا، نهار جديد نهار جديد نهار وليد نهار شديد نهار عنيد اي كلام يعني كلام في البتنجان، فما ينفعش ان انا اغني، ممكن اكون شاطر في حاجه تانية، مش لازم اغني مش لازم اصدع الناس، زي عندليب الدقي كده لو نفتكر افرح يا عمرو العندليب بيولع. انت اللي طلبتي تتطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي، ده انا لسه شاريلي الجونيلا في اذنقي، يعني هو ما عندوش حتى موهبه اختيار الاغنيه للمكان، ومع ذلك كان هو مكمل ومستمر، وطلعت من الاخر في الفيلم ده ان هو لا ما ينفعش حد يكون ملوش فيها يغني، فعشان كده ارجوك لو مكنتش فيها مش لازم تغني مش لازم تصدعني. في حد بيقول لك ايه عامه الشعب المصري كله فاكر ان صوته حلو، وتعالى افتح ساوند كلاود مثلا هتلاقيه مليان اغاني بصوت ناس وحش قوي. لا انا اختلف معاك بقى، ما هو انت لو صوتك حتى وحش وعايز تغني غني، بس مش لازم تقتنع ان انت هتكمل، زي مثلا انا بحب اغني صوتي وحش بس انا عارف ان انا مش هعمل اغنيه تتغنى والناس هتسمعها وكده، ماشي بس غني اتبسط، لما تيجي اغنيه شغاله غني معاها يا عم وبصوت عالي وما يهمكش وطز في اللي يقول لك انت صوتك وحش، بس انت تبقى عارف انت حدودك رايحه لحد فين، زي بالظبط كده غنى الحمام، غنى الحمام ده من الحاجات المفيده جدا. في اسامه انا عايزك تتكلم عن التسامح في الحب الحقيقي لان نفسي اعتذر لحبيبتي قدام العالم كله على الهواء. ممكن يبقى نعمل حلقه مخصوص يا اسامه ان شاء الله باذن الله. في كمان حسن حلو الموضوع ده خالد ماشي. في كمان ايناس بتتكلم في حاجه مهمه جدا بقى، ايناس بتقول لي انا ابني عنده ميول لحاجات كتيره، مثلا بيحب يسمع اغاني اجنبي مع العلم ان هو اكيد مش فاهمها او حتى بيعرف يقولها. بمناسبه الاغاني الاجنبي في ناس بتبقى موهومه بان هو بيعرف يغني اجنبي، هو اصلا ما بيعرفش يتكلم انجليزي، زي مثلا اغنيه تشتغل اللي هو في هو يركز في جمله تلاقيه هو حافظ الجمله بس، يعني ليجو 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 يقول اي كلام هو مش عارف هي بتقول ايه اصلا، بس هو مستمر، هو بيبقى عايش الدور ان هو انا بغني انجليزي، زي اغاني مايكل جاكسون مثلا تلاقيه بيغني على اغاني بومسيكا، والاغنيه بتاعت
اغنيه اللي هي الكوري دي بتاعت جانجام ستايل، جانجام ستايل محدش فاهمها برضو، كان بيغنيها نفس فكره كمانانا كده. فلا انت مش عارف حاجه، انت مالكش فيها. طيب خلينا بقى ناخد حاجه موهبه بقى بجد، شغل فنادق، خلينا نشوف، يلا بينا. انا كان نفسي مثلا اغني الاغنيه بتاعت اه لو لعبت يا زهر دي، اموت واغنيها بس للاسف صوتي مش نافع خالص. بس انا مش عايز اصدعكم على الصبح برضو، دي حاجه مهمه. طيب يا اخبار، يعني خلاصه الكلام، لو انت مالكش فيها ارجوك بلاش تصدعنا، دي حاجه مهمه، لان انت لو صدعتنا انت بتصدع نفسك وبتاذي نفسك. انت ممكن تلاقي حاجه انت اشطر فيها بكتير جدا من الغنى والتمثيل والكوره. احنا ليه مركزين على الثلاثه دول؟ لان دول الاكتر اللي فيهم شهره، والناس بتركز اكتر على حته الشهره. هو مش مركز قوي في الفلوس، يعني مش مهم قوي هو يكسب فلوس قد ما هو مركز ان هو يكون مشهور. فانت ممكن تكون مشهور كدكتور في الجامعه، كمخترع، كمبتكر، كحاجات كتيره كده لطيفه. بس برضه ما تشجعيش ابنك ان هو يبتكر اي كلام، لان في يعني اطفال بيبقوا معيني عايشين الدور ان هم هيبتكروا وهيخترعوا حاجات. فلازم تفهميه ان هو مبتكر صغير لطيف كل حاجه، لكن ما يبهدلناش، ان في ناس بتخترع حاجات غريبه. كمان شويه هيكون موجود مع داليا اشرف الاعلاميه الجميله دعاء عامر، اللي هتكون منورانا كده في نهار جديد، فانتظروا الحوار بتاعها ان شاء الله يكون حوار لطيف جدا. لسه مكملين معاكم نهار جديد، واخر حاجه هنختم بيها كينج الموهوبين محمد منير. علي صوتك في الغنى، لو انت صوتك حلو علي صوتك في الغنى بجد، لو انت صوتك وحش علي صوتك في الغنى برضو، بس لنفسك مش لينا، ما تصدع نار ارجوك. لسه الاغاني ممكنة، ولسه ياما